النادي الأهلي ده رمز لمصر وصرح رياضي ومؤسسة نموذج إداري متميز وله جمهوره في كل مكان. مش عايز أقول أنا واحد من جمهوره بس ده سر بقى ما تقولوش لحد. لكن طبعا النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب وجودهم في السودان شرف كبير لينا، وطبعا الجمهور كبير هنا في السودان والإخوة السودانيين سواء إدارة نادي الهلال وعلى رأسهم الأستاذ الكاردينال أشرف الكاردينال وكل أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال وكل مسؤوليه، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الشباب والرياضة، استجابوا لكل طلباتنا سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الإدارية، والأمور بتسير بصورة مميزة تماما وبسلاسة. النهاردة كان في الاجتماع التقليدي الساعة 4 وحضروا الكابتن سيد عبد الحفيظ، وكان حضروا ممثل إداري لنادي الهلال والاتحاد الأفريقي، وتم الاتفاق على كل الترتيبات أيضا بسلاسة وبدون أي مشاكل. حاليا الفرقة موجودة في الملعب وإحنا معاهم، مسؤولي نادي الهلال موجودين والمسؤولين الأمنيين والسفارة كلها ومكتب الدفاع وكل أعضاء السفارة موجودين، الكل موجودين وبتتدرب الفرقة في نفس التوقيت وفي نفس الملعب اللي هتقام فيه المباراة غدا، ووفقا لي أيضا لطلب إدارة النادي الأهلي، واستجاب الأستاذ أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال لكل هذه الطلبات بدون أي مشاكل، ويعني روح كلها مودة وكلها محبة، وده اللي احنا منتظرونه من إخواتنا الأعزاء في نادي الهلال وإخواتنا الأعزاء في السودان الشقيق. يعني احنا الجيل بتاعنا اللي بنشجع من السبعينات كنا دائما اللي بيشجع الأهلي بيشجع الهلال، واللي بيشجع المنافس المحترم الزمالك كان بيشجع المريخ، فبالتالي هذه العلاقة موجودة وبنحس بيها بقوة منذ وصول بعثة النادي الأهلي، وكان فيه عدد كبير من الجماهير المصرية والسودانية لاستقبال البعثة واستقبال كابتن محمود الخطيب، كأننا موجودين في مطار القاهرة، ويعني كأننا لم نخرج من بلدنا أو خرجنا من بلدنا إلى بلدنا. إن شاء الله يعني المباراة غدا ستكون مباراة بين أشقاء، نتمنى كل ذلك ونتمنى أنها تكون صورة فنية وصورة أخلاقية رائعة لعلاقة بين شعبين شقيقين وبين ناديين كبيرين، نادي القرن نادي الأهلي ونادي الهلال اللي احنا بنعتبره أهلي السودان، وإن شاء الله الأفضل والأقدر يكسب وكلنا نشجعه، ده شيء طبيعي لكورة، وهم 90 دقيقة والفريق اللي حيوصل هو الفريق اللي حيمثل مصر والسودان ووادي النيل، وليست ليس النصر بجديد لا على الأهلي ولا على الهلال، وليست الهزيمة بالتي تمس مكانة الأهلي ولا مكانة الهلال لا قدر الله. إن شاء الله بكل توفيق، ونحن يعني نشرفنا كأعضاء البعثة ونشعر بكل الشرف والحماسة إن احنا بنستقبل هذا الوفد من النادي الأهلي، وبصراحة اللعيبة والإداريين على أعلى مستوى من الاحترافية ومن الالتزام، وصورة مشرفة أخلاقيا وفنيا وتنظيميا ليس فقط للكرة المصرية ولكن للمجتمع المصري كله. فريق نادي الهلال أو إدارة نادي الهلال ادت 500 تذكرة مجانية للكابتن سمير عدلي، وساعدنا في توزيعهم على المشجعين المصريين هنا بكل نظام، وفي ناس جايين من خارج الخرطوم من ولايات أخرى من ولايات الجزيرة وغيرها من المصريين علشان يشجعوا أيضا، كان لهم نصيب وهيكون لهم مكان مخصص وهيكون منفذ للدخول والخروج مخصص، وهيكون في حراسة عليهم تم الاتفاق عليها مع أخواتنا في وزارة الداخلية. ما كنا عقدنا اجتماع من 3 أيام مع وزارة الداخلية مع مسؤول إدارة الطوارئ في الداخلية ومدير أمن أم درمان ومسؤول العلاقات الخارجية، وتم الاتفاق على خطة أمنية دقيقة بحيث أنه يكون هناك مجموعة 4 عربيات أمنية بالإضافة لفرقة من القوات الخاصة لمصاحبة البعثة في كافة تنقلاتها وحراستها في مكان إقامتها، وأيضا في حراستها وفي توجهها للتدريب النهاردة وتوجهها للإستاد غدا وتوجهها بسلامة الله بعد المباراة من الفندق إلى المطار ومطار الخرطوم للعودة إلى أرض الوطن. طيب دي كانت تصريحات السيد حسام عيسى.